الأشعة التداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة. احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخصيه. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني أنت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جدا. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. اهلا بيكم، احنا بصدد الحوار عن واحد من اشهر امراض يعني العالم، دوالي الساقين، مشكله قاسيه ومزعجه احيانا، ومزعجه دائما مش احيانا بس، قاسيه ومقلقه وخطيره في كثير من الاحوال. اشهر مشاهير مصابين بدوالي الساقين مادونا، ستات كلهم، بريتني سبيرز برضو، سيرينا ويليامز. رغم ان لفت نظري، طب مادونا وبريتني سبيرز يعني ممكن، ولو ان بريتني سبيرز برضو يعني ايه في على العوامل كلها. الحوار النهارده عن الاشعه التداخليه، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الرائد القدير لهذا العلم اللي قدم لنا الكثير من الثقافه والتقدم التكنولوجي المذهل جدا في هذا العالم اللي كل يوم فيه جديد. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية، وعضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الرائد القدير لهذا العلم. أهلا بيك. أهلا دكتور أيمن، نورني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عايز أبدأ الأول النهارده عنواننا يوم في حياة مريض الدوالي الذي لجأ للأشعة التداخلية، أو يوم صحيح. الأشعة التداخلية في حياة مريض الدوالي زي ما بتحب تقوله. صحيح صح كده؟ احنا النهاردة هنتكلم أولاً الحاجة زي ما تفضلت في المقدمة، الأشعة التداخلية أحدثت طفرة أو تغيير في فكر علاج دوالي الساقين. الحقيقة في ناس كتيرة جداً عندها دوالي ولسنوات متعددة وهو سايب الدوالي، بتتطور قدام عينه ان مرض الدوالي ده مرض دايناميك او متطور، يبتدي بدوالي صغيره تكبر اكثر فاكثر فاكثر ثم تنتهي الى عواقب لا يحمد عقباها او مضاعفات لا يحمد عقباها، اللي هي قرحه القرحه الوريديه اللي هي بتبقى عند الانكل. الناس بتفتكر الاول ان ده علاج دوالي الساقين ده مجرد التجميل، لكن لا، دوالي الساقين بتتطور من شكل تجميلي الى المضاعفات اللي احنا قلنا عليها اللي هي القرحه الوريديه. فكتير جدا كانوا محجمين نتيجه عده عوامل، هو مش عايز يعمل عمليه
والحقيقه العمليه في الدوالي يعني كانت يعني زي ما بيقولوا بالبلدي سمعتها مش كويسه. يقول لك هعمل ايه دي بترجع تاني. دي انا بقول لحياتك الحيثيات الناس كانت بتسيبها. جت الاشعه التداخليه عملت نقله وطفره نوعيه كبيره جدا في علاج الدوالي. اولا العلاج بقى ليس بعمليه جراحيه، لا يوجد هناك فتحات او جروح. العلاج بدقه، لان كل العلاجات في الاشعه التداخليه احنا بنشوف رؤيه العين بجهاز الموجات الصوتيه وبالدوبلر، كل العوامل اللي بتؤدي الى الدوالي والى ارتجاعها والى علاجها بكفاءه كله قدام عينينا وتحت عينينا، وبالتالي كفاءه هذا الاجراء بقت كبيره جدا، بالاضافه انه اجراء بسيط بقى ابسط وبقى اكفا. فعشان كده انا بقول الاشعه التداخليه نقلت علاج الدوالي الى منطقه اخرى، شجعت كتير جدا من المحكمين اللي كانوا بيسيبوا الدوالي تتطور الى المضاعفات اللي احنا قلنا عليها يقدموا على العلاج اللي بقى ببساطه بالكي بالليزر. وان دي هنرجع بقى احنا النهارده الحلقه يعني عايز اخليها يوم، يوم. مريض الاشعه المريض الدوالي يوم. احنا قعدنا يوم معاك في حاله متابعه الكامله لمريض من الاول، من اول ما من الالف الى الياء. الحقيقه لان انا بتسال كتير جدا المريض اللي جاي بيلجا للاشعه التداخليه علاج الدوالي، طب انا هعمل ايه وهتمشي الامور ازاي والاجراء بيتم ازاي. فاحنا عشان كده خدنا هذا اليوم مع بعض اللي هنشوفه من الاول بيتم ازاي. اول بيجي لنا المريض في المركز، احنا برضو عايز اطمن كل المشاهدين احنا بنقوم بهذا الاجراء في مركز متطور جدا، ليس مش مستشفى، مركز خاص بالاشعه التداخليه في كل الامكانيات زي اوروبا وامريكا، متخصص في الاشعه التداخليه والقسطره، وفي كل الامكانيات اللي بتخدم وبتساعد هذه التقنيه وهذا التخصص. بيجي لنا المريض الصبح، طبعا بناخد منه هيستوري كويس جدا وبيسجل بياناته، لان احنا عندنا فايلنج وعندنا ريجستري لكل المرضى وتسجيل، دي نمره واحد. بعد كده بنكشف على المريض بدقه، احنا مش بنشوف بس الشكل الخارجي اللي شايفه المريض، لا احنا يهمنا عده معلومات بنعرفها من الكشف الدقيق على المريض باستخدام جهاز الموجات الصوتيه والدوبلر الملون. بشوف الوريد لان في عده اورده، الدوالي مرض الاورده السطحيه، احنا بنشوف الاورده السطحيه اللي هي في الوريد السطحي الجريد صفر، في الوريد الكبير اللي بادئ من الفخذ ونازل لحد القدم، وفي الوريد الثاني اللي خلف الركبه اللي هو الوريد الصغير. بنشوف الاثنين بدقه، بنشوف فيهم ارتجاع ولا لا، والارتجاع الى انهي مدى، بنشوف الاورده الفرعيه اللي بتتفرع منهم، بنشوف بنكشف على المريض كشف كويس جدا عشان نعمل زي خطه علاجيه لعلاج هذا المريض. الحقيقه علاج الدوالي ده منظومه، في جزء او الوريد الرئيسي بيتعالج بالكي بالليزر، والاورده الفرعيه بتتعالج بحقن ماده رغويه. احنا بنقضي على كل الاورده اللي موجوده سواء الوريد الرئيسي او الاورده الفرعيه او الشعيرات. فاحنا لما بنشوف المريض كويس جدا بنحدد خطه العلاج او خارطه الطريق لعلاج الدوالي دي. ده نمره 2. نمره 3 في اليوم، احنا خلاص خدنا قرار وحطينا خطه العلاج، هيخش المريض غرفه الاشعه التداخليه لاجراء كي دوالي السخين بالليزر او لعلاج الدوالي بالاشعه التداخليه. بنعمل ايه داخل حجره الاشعه التداخليه؟ نمره 1 قبل الكي بنعمل حاجه اسمها الخريطه الوريديه، بنعمل خريطه للاورده على سطح الجلد، وبنحدد الاورده كمان بالموجات الصوتيه علشان في جزء زي ما قلنا هنكويه بالليزر اهو. بنحدد الاورده السطحيه اللي احنا هنعمل لها حقن، والوريد الرئيسي هنعمل له كي بالليزر، وفي بعض الاحيان احنا بنشيل جزء من الاورده دي بآلات دقيقه جدا دون اي فتحات او بفتحات دقيقه جدا. اذا عشان تتكامل هذه المنظومه عشان نقضي على الديفكت او الاشاعه اللي كانت موجوده زمان ان علاج الدوالي ما بيبقاش نهائي وبيبقاش بلا رجعه وبترجع تاني، لازم هذه المنظومه تتكامل.
الكي بالليزر مع الحقن المادة الرغوية مع ممكن نستأصل بعض الأوردة بهذه الطريقة. الأوردة الأصغر الشعيرات الدموية الدقيقة، الشعيرات الدموية الدقيقة احنا ممكن بنعمل لها حقن مادة رغوية، ده علشان احنا قفلنا الدوالي وعالجناها. الأوردة أو الشعيرات الدموية السطحية دي بتعمل منظر مش لطيف، والحقيقة دكتور أيمن في كتير جدا من السيدات بيقولي مخصوص عشان علاج الشعيرات الدموية دي بيبقاش عندها ارتجاع في الوريد الرئيسي محتاج كي، لكن هذا المنظر ونتأكد بعد ما نكشف عليها ان ما عندناش ارتجاع في الوريد الرئيسي، بس في الأوردة أو الشعيرات الدموية السطحية دي اللي عاملة المنظر اللي مش لطيف بنعالجها بحقن المادة الرغوية، وساعات بنستعمل جهاز تاني معاون اللي هو فين فيور أو مكتشف الأوردة، عشان كل شبكة الشعيرات الدموية دي بيبقى ليها وريد زي حاجة بتغذي، وريد صغير بيغذي هذه الشبكة. بهذا الجهاز احنا بنبين هو فين الوريد ده وبنحقنه عشان ندي المادة الرغوية دي اللي هي بتلغي هذه الأوردة في كل هذه الشبكة. هقف عند المادة الرغوية تحديدا، يعني في ناس كتير قوي لما بتسمع كلمة المادة الرغوية تقلق سنة. لا ده مش فاهمة هي ايه. المادة الرغوية دي عبارة عن مادة بنعملها من حاجة اسمها فوم سكليروثيرابي بالعربي، يعني مادة رغوية بنخلط، بيبقى عبارة عن سائل بنخلطه ب 2 سنتي هواء فيتحول للآخر ونخلطهم ببعض تتحول إلى فوم اللي احنا شايفينه دلوقتي. ونحقن هذا الفوم بيبقى خفيف جدا 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 داخل الشعيرات الدموية الدقيقة زي ما احنا شايفين كده. أول ما تخش هذه المادة في هذه الشعيرات بتلغيها أو بتقفل هذه الأوردة زي ما هنشوف تدريجيا، احنا بنملى هذه الأوردة ببطء لو تلاحظ حضرتك، وبنعمل مساج خفيف كده عشان نفرش أو نودي كل المادة لكل هذه الشبكة، تبتدي تروح في الحال واحنا شغالين. حلو جدا. و و و و والإفاقة بقى العيان بعد ما بيعمل كل البروسيدرز دي، ده الحقيقة ده جمال الأشعة التداخلية. الإفاقة زي ما حضرتك شايف كده المعين مريض بيبقى عندنا في الأشعة التداخلية يا إما بنج موضعي وفي كي الدوالي الثقيل بالليزر بندي ساعات مهدئ خفيف كده للمريض، واحنا أول ما بنخلص بيكون فايق، بنقعده معانا ساعة يشرب حاجة أو كده وبعد ساعة بيبتدي يروح على طول، ما عندناش أي حاجة تستدعي إن احنا نقعده أكتر من كده. بيبتدي يمشي يتمشى من بعد ما يطلع من أوضة الأشعة التداخلية، هي الإفاقة إفاقة دلع خالص يعني. هي مش بيتقال يعني إفاقة، هي هو بيبقى فايق يعني مش عارف ايه يعني، دي مش إفاقة ده روقان. الإفاقة دي حاجة تانية اسألوني عليها في الإمر في الطوارئ بقى دي حاجة. خلينا نروح للكي بالليزر. في ناس كتير قوي بتسألني تقول لي طب هل تعود الدوالي مرة أخرى؟ لأنه المعتقد الشعبي بيقول لك إيه الكي بالليزر ده دلع. الحقيقة ده السؤال الشائع دكتور أيمن، وده يمكن نتيجة المفهوم الراسخ عند الناس إن الدوالي لا ده كان أيام العمليات. وبرضو عايز أوضح نقطة، إحنا زمان في الجراحات كان الجراحين بيفتحوا يعني عدة فتحات عشان يستأصلوا الوريد الرئيسي. الحقيقة بيبقى فيه عدة عوامل تانية بتؤدي إلى ارتجاع الدوالي، ومنها زي ما قلنا إن الدوالي دي مرض الأوردة السطحية، يبقى إذن في أوردة عميقة، يوجد هناك وصلات ما بين عميقة وسطحية، دي بالنسبة للجلد يوجد هناك وصلات بها صمامات بين الأوردة السطحية والأوردة العميقة. لو الصمامات دي برضو فيها خلل زي ما الوريد السطحي اللي عمل الدوالي فيه خلل، بعد ما نكوي الارتجاع ما زال موجود من الوريد العميق الوريد السطحي ترجع الدوالي تاني. يبقى إذن بعد ما نكوي الوريد بالليزر بنكوي كمان أو نحقن هذه الموصلات ما بين الوريد العميق والوريد السطحي، ودي الحقيقة من أهم أسباب الارتجاع. إذن الارتجاع ده ليه أسباب، وأهم هذه الأسباب هذه الوصلات، أو أهم هذه الأسباب إن إحنا ما كناش بنشوف الوريد كويس أو ما بنعملش الخريطة الوريدية وخطة العلاج. الحقيقة إحنا بنقول بالبلدي كده عيان الدوالي إحنا بنفليه الأول، الوريد فين؟ إيه اللي موصل ليه؟ فبنقفل أي منفذ يؤدي لارتجاع هذه الدوالي، وده يمكن
كلام مش مرسل. في دراسة يمكن كانت موجودة دلوقتي معنا على الشاشة، عملوا إحصائية ودراسة لقوا إن نسبة الارتجاع بعد العمليات تكاد تصل إلى 60-70%. إحنا ما عندناش ده لأن إحنا بنعمل المنظومة اللي قلنا عليها، كل الباب اللي يجي لك منه الدواء اللي يسده واستريح. كل الممرات أو كل الطرق التي تؤدي إلى كل رؤية العين حيال الموجات الصوتية والأجهزة المتطورة خلتنا بنشوف الأوردة اللي هي يعني مليمترات ونخش عليها تحت الموجات الصوتية، فالعلاج بقى يعني اتنقل إلى طفرة تاني خالص. السؤال المهم قوي، نايت مير الدوالي اللي هو كابوس الدوالي، القرحة الوردية دي الحاجة اللي إحنا يمكن هو ده الغرض من لقاءاتنا دي والكلام عن الدوالي دي، المضاعفة الخطيرة جدا اللي مش عايزين نوصل لها. بعد زي ما حضرتك تفضلت الأول، الدوالي دي يعني دم متراكم ما بيرجعش بكفاءة، تتراكم الدم في الأوردة، الأوردة تفقد حيويتها، تنتهي إلى وجود قرحة. يجيني المريض يقول لي أنا عندي قرحة وباخد مضادات حيوية وبغير عليها تخف، وبعد شوية بعد أسبوع ترجع تاني، هي عمرها ما هتخف. هي القرحة الوريدية لا تلتئم ولا يتم علاجها إلا بعد علاج الدوالي ورجوع الدورة الدموية الوريدية في هذه المنطقة إلى صورتها الطبيعية، لأن دائماً أبداً بيبقى في الحتة دي بالذات وريد كبير عامل تسريب وموصل ما بين الوريد العميق والوريد السطحي، لازم يتم هذا الوريد بالذات وإلا لا تلتئم القرحة إلى الأبد مهما خدنا مضادات حيوية ومهما غيرنا ومهما عملنا. إذن علاج القرحة الوريدية، علاج الدوالي، تبتدي الدورة الدموية الوريدية ترجع لصورتها الطبيعية، تبتدي تلتئم الأنسجة وتتعالج القرحة بلا رجعة بإذن الله. في معتقد مشهور جدا في العقلية العربية إنه الدوالي البسيطة استنى شوية كده لما تتطور عشان الدكتور يقدر يشوفها ويعرف يعالجها. لا خالص، لما تستوي. لا خالص، ده متهيأ. لا ده احنا لازم نعالجها وهي نية قبل ما يعني ما خالص يعني ناخدها يعني مش نص سوا كمان، يعني انا انصح ان هي ما تبقاش نص سوا. As early as possible طبعا. كل ما كان العلاج بدري، كل ما كان العلاج ابسط، وكل ما كانت الاجراءات اللي هنعملها في الاشعه التداخليه اقل. لا برضه عايز اكد تاني، علاج الدوالي ليس رفاهيه، علاج الدوالي ليس رفاهيه. مرض الدوالي ده مرض بيتقدم مع مرور الوقت، وعن زي ما بتجيلي يعني تجيلي السيدة أو الست في العيادة، أنا دي كانت عندي من 10 سنين وبعدين زادت في الحمل الأولاني وبعدين لما ولدت الولد، فهو ده مرض متطور ولازم نعالجه عندما يكتشف. سؤال لكل ست، سؤال الستات بقى، الستات بيجوا يسألوا السؤال ده كتير قوي، يقول لك بعد ما تعالج لنا الدوالي هل الجلد بيرجع لحالته الطبيعية مرة أخرى؟ لأن الجلد بيبقى فعلا صحيح أصيب. ما هو الأول طبعا قولا واحدا بيرجع أحسن بالأول. ليه اللي بيحصل في لون الجلد؟ إحنا الدم ما بيرجعش بصورة كويسة من الأوردة، يتراكم يطلع تحت الجلد يعمل اللون، الصورة اللي على الشمال دي اللون البني اللي إحنا شايفينه تحت ده، بنقول بالبلدي الدم بينشع من الأوردة عشان الضغط فيها عالي لتحت الجلد فيعمل اللون ده. عندما يتم علاج الدوالي، بعد ما نعالج الدوالي تبتدي الأوردة اللي هي عاملة اللي متراكم فيها الدم واللي بيرتفع فيها ضغط الدم وتنشأ زي ما قلنا، تبتدي تبقاش موجودة أو تتلغي، تبتدي الدم يرجع بصورة طبيعية، تبتدي الأنسجة تشم نفسها ويحصل التئام للأنسجة، ومع يبقى خطوة نمرة 1 الدوالي خلصت، خطوة نمرة 2 تبتدي الأنسجة تجدد نفسها بصورة طبيعية ونلاقي المنظر اللي احنا شايفينه على اليمين ده. فطبعا كل حاجة بترجع لطبيعتها عندما تعالج الدوالي بكفاءة. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، رائد الأشعة التداخلية القدير، كان في واحدة من أكثر مواضيع انتشارا في المنطقة العربية، دوالي الساقين. خلي بالكوا الدوالي عاملة زي الأسد، قد يكون انت بتربيه شكله لطيف جدا زي الاسود الصغيره كده، صحيح شكله شيك كده وجميل وعامل زي القط، هذا القط هو صغير، هذا القط لما يكبر ويزيد ويكبر في الحجم هيتحول الى وحش، قد يفترسك بجد، والكلمه دقيقه، يفترسك دي كلمه في الجون.
خليكم مع الناس الحمد. التصلب المتناثر باللغة العربية، أنتم تعلمون الاسم، ربما مرض مزعج جدا على المستوى العضوي ومزعج جدا أيضا على المستوى النفسي. الديسيمينيتد سكليروسيس كان اسمه القديم باللغة الإنجليزية، تغير شوية بقى اسمه مالتيبل سكليروسيس، وهم كل شوية غيروا في الاسم، وإن كان في ثبات في الاسم العربي التصلب المتناثر. المرض ده ما زال غامضا. في حاجات انفيرومنتال، يعني حاجات بيئية محيطة، التلوث اتحط، التدخين اتحط، أكل الملح كتير اتحط، اتحطت نظريات كتيرة، اتحط اللي هو السايكولوجيكال بريك داون أو الانهيارات النفسية. كل دي عوامل تؤدي إلى تساعد على ظهور المرض.